لأنهم هما في العمل ديالو الكفيف يعتمد كثيرا على على الإعلاميات، لأنه عوض القراءة بالبراي يعتمد على القراءة على السمع. إذن عنده ديما إذن هو ما جاتوش نقربو نقولو واحد الشيء جديد، لأن في البحث ديالو ولا في التحضير ديالو خاصة الأقسام الإشهادية باش كيكمل المعرفة ديالو أو يعتمد على وسائل التواصل عن بعد. إذن هذا جاء من اللي جاء الامتحان مهم. الأغلبية ديال التلاميذ عندهم اللي من أسر لا بأس بها عندهم هواتف ذكية ناطقة، ها كتحمل واحد لوجيسيال اللي كينطق داكشي اللي مكتوب في الشاشة كيقراه ليه. إذن هذا إذن ما نقدروا نقولوا ما لقاوش واحد الصعوبة، وين في المواد خاصة العلمية هي اللي غتكون صعيبة. ما يقدرش الأستاذ يوري الصورة، ما يقدرش يدير يكتب معها في السبورة، واخا هي وسيلة كانت وني كتعتمد على البصر، إذن هو ما عندوش هاد القضية راه. إذن نقدروا نقولوا واحد رغم الجهود ديال الأساتذة كان واحد بعض التلاميذ اللي وقع لهم عدة مشاكل من ناحية الإنترنت، من ناحيه شكون اللي غادي يشارجي ليه، شكون اللي غادي يدير ليه، شكون اللي غادي يعطيه حتى داك البورتال الذكي الا ما كانش عنده اصلا، خاصه الاقسام الابتدائيه هادو راه مشكل فيهم. والمشكل الكبير هو في السنوات الاولى، السنه الاولى والثانيه والثالثه اللي كتعتمد غا على اللمس. اما بالنسبه ديال الامتحان هذا كله اللي كتقوم به هو المديريه اللي مكلفة بالامتحانات بعد استشارة بسيطة شحال هذيك اسمها على صعيد الوزارة. كانت هناك دراسة وكانوا قالوا لنا غادي يديروا مثلا كل تلميذ في قسم باش هذيك مسافات الأمان تكون، لكن اللي خدينا استدعاءات ديال المرشحين لقينا العكس، ما كاينش هذاك المسافة في الاستدعاءات، كاينين 13 في القسم. إذن هذا فين هذيك المسافة؟ ما كايناش. وإني على حسب السيدة اللي مكلفة، الأستاذة اللي مكلفة بقسم الامتحانات، قالت لي راه غادي يكونوا 8 في القسم. وإني ولو 8 راه غتكون واحد الشوشرة. 8 كلهم كيهضروا. راه ما 8 على 16 يعني كل واحد. أييه كل واحد والمرافق ديالو، هذا المهم أنا كندير لك على 8 اللي غادي يهضروا. 8 غادي يهضروا مع بعضياتهم، غادي نرى 16 غتولي واحد التشويش. هذيك المسافه هذاك الشيء ديال الامان، كيفاش ذاك الكفيف شكون اللي غادي ياخذ بيديه باش يعفط في المكان المخصص، يغسل يمسح رجليه، يدوز ثاني المكان اخر خصو يدير التعقيم يدوز. اذا هنا راه غتطلب لهم راه باش تمشي مؤسسات تاهيليه كامله راه غادي خصها لديك 16 ديال المكوفين. علاش انتم كنضمنوا لهم التنقل؟ لا بالنسبه للتنقل كنضمنوه لهم. هذا التنقل وين مثلا عندنا جوج السيارات، السيارات كيهزوا 20 طفل مثلا، 20 طفل ما تقدرش دابا مع الجائحه كيفرضوا عليك غير 50%، اذا 10 خصك دير جوج ديال الرحلات ولا ثلاثه باش تمشي.